اتمنى اني الله يخلصني من هالحياه اني اموت احسن لي انا وعائلتي. عندي اولاد صغار والله يروحون على الحاويه جعتها يلقطون، مو حرام؟ اللي بده يجرب يجي مثلا وعم يقول هيك وعم كذا يجي يعيش محلنا، يجي بس يعيش يومين بس فصل الشتاء، وبس ينزل الشتاء مزبوط ويفوت عليها وعلى اولاده ويشوف اولاده كيف حاملهم كل الليل هيك، عرفت كيف؟ يجي يجرب بس يومين من المجتمع الدولي ومن اللبنانية وسورية بدون تسمية، عرفت كيف؟ صار لنا سنين ما غيرنا الشادر، ما عندي مادية حتى غير الشادر. السلام عليكم، كيفك يا أخي؟ الحاج كيفك؟ عم نشوف إنه الخيام مخزوقة والأرض مالها هالزيادة، شو عم بيصير معكم هون بالمخيم أكثر شيء؟ الشتاء عم يصير العالم على الطوف كلها بالمي، ووضع تعبان بالأخير من المخيم يعني، شايف شلون؟ وما في حدا عم يهتم بالمخيم، بدنا من الأستاذ وليد والجمعية القطرية تنظر الوضع العالم اللي بالمخيم، شايف شلون؟ من فرشات، من البطانيات، من أغطية، من المخيم، المخيم تعبان. مرة غيرتوا الأغطية إيما؟ شو كنا عم نول، ما عرف، ما غيرنا يعني كم سنة صلى؟ خشب ما عم يجينا اجوا امسيات عطوا شوادر، شادرة وشادرين على كل بيت. ما بوقت المطر شو عم يصير معكم بالضبط؟ ما فيك تمشي من الصبخيه، مي هيك عم توقعي. والله قاعد يصير عندي فوتون على اولادي المطر بنوبتن، وبأكره حياتي نمون يجيني المطر. والله خالص مخزق خالص، تمطر عليها الدنيا تخر علينا، يعني خي مثل ما اقول لك تدفئه مثل الناس، ما في شو اسمه حرامات ما يفعل يجيبونا. شو بتشتغل بالعادي؟ عامل عادي مثل هال، يعني انت عندك المقدره تشتري شادر وتغطي خيمتك؟ عندي مصاري خالص، اذا تدور عندي بالبيت ما تلاقيش. كمان قاعد بالمخيم 029. قد ايش صار لك بالمخيم؟ صار لي من 2014. يعني أنا حافظ بالضبط شو صاير عندكم بالمخيم. يا استاذ انا احنا بالنسبه للمخيم هذا لا حدا عم يجي لعنا ولا حدا عم يروح، عرفت كيف؟ الله وكيلك. الشوادر هذول من اول ما جينا اشتريناها على حسابنا، ما كان في تسليم، كان في ناس مستلمه هيك ومن هون ومحلات وكذا، واشترينا وركبنا لليوم هذا ما سلمونا، يجوا كل سنتين ثلاثه. الشادر حقه هلا الدولار، عامل لك بالدولار استاذ، ليش مين فينا يشتري، مين فينا يشتغل تقريبا؟ قد صار يعني من ال 100 دولار وطلوع تقريبا. طيب انت شو بتشتغل حضرتك؟ انا بشتغل عامل عادي، اذا صار لي بالزراعه بشتغل، اذا صار لي بكذا بشتغل عامل عادي. يعني قديش ممكن تطلع بالشهر؟ يعني بالشهر اذا بدي اشتغل مزبوط بطلع 700,000، عرفت؟ بالزراعه الساعه ب 15,000، يعني ما يعادل 700,000 يعني قد ايه؟ يعني شيء 20 دولار؟ ما فينا 20 دولار. حجة هاي خيمتك هلا عم شوفها، يعني وضع مزري جدا. والله هذه بعينك شفت. امتى اخر مره غيرتوا الشادر؟ صار لنا سنين ما غيرنا الشادر، ما عندي ماديه حتى غير الشادر. انا عايش هالساعه هنا، يشوف هالمنظر هنا ما يعيش دقيقه واحده، ثانيه واحده ما بيعيش. طيب شو اللي يخليكم مضطرين تعيشوا هالعيشه؟ مضطرين، هذا حظنا وهذا نصيبنا. بدنا مضطرين اليوم ترجعوا على سوريا شيء؟ لا والله ما احنا قادرين. شو السبب؟ والله ما عدنا، يعني ما احنا قادرين لا في سوريا نقدر نعيش ولا هنا، ما احنا قادرين. عندك حلول بديله؟ ما في. اللي عم يقترح علينا او عم يقول انه مثلا ان احنا عندنا حلول بديله، يجي يعرض علينا، يجي يقترح علينا، معلش قلنا شو هي الحلول البديله. ايه حجي، هدول اولاد؟ ايه. كم وجبه بدهم باليوم؟ ولد صغار جزء بدهم 10 وجبات، بس ما اقدر امن لهم جزء وجبتين. وينو ابنك قلت لي بلم نايله؟ جاء علم ولد دزيته بقد هذا، بقد الولد هذا. شو هذا اللي عم شوفه بالصحن؟ باذنجان جبتها من المعلم اللي اشتغل عنده، والله وشويتها مشان ياكلون. شويتها بقلب الهي. بقلب الدفاية. يعني هذا يعتبر هلا طبخه انت؟ ايه طبخ. شو بتتمني بعد هالحال كلياته؟ اتمنى اني الله يخلصني من هالحياه اني اموت احسن لي انا وعائلتي. الله يطول بعمرك يا حجه، ما والحياه كلها ما لها مستاهله هذا الشيء. يعني تعرف ليش؟ احنا هجينا من اللجوء وجينا على اساس انه لاجئين انه بتشني التغير. استاذ احنا بدنا نناشد المجتمع الدولي ومناشد الجمعيات والمنظمات انه يجي يساعدونا، يجي يشوفوا وضعنا. المخيم هذا ما عم يجي، احنا نناشد هلا الموجود على الارض هلا استاذ ولي، الزلمه عم يمشي وكتر الله خيره واحنا بندعي له والله يجزيه الخير، والزلمه اكثر شيء يعني تمام، بس للمخيم هذا لهلا ما حدا فات له عليه.
الشوادر هذول لساتهم من 7 سنين 8 سنين لساتهم على حالهم، فيك تشوفهم، فيك تفوت على الخيم. ما قاعد يعطونا بنوبة، خاصة احنا المخيم هذا ميت موتة واحدة. ما حدا عم يسأل عنه؟ ما حدا يسأل عنه بنوبة النوبة. يعني شو اريد اسولف لك والله، لا تغذية. هالولاد لما يجي البيع هنا نوبات ينقل خضرة يكبيها خرف، انا هالولاد يلقطونا ياكلونها والله. وانا درجة؟ لهالدرجة يعني والله. ولا بحث، لما نريد نطلعهم على الحمام ما في بحث. فلان نشيل الطفل تاني نوديه للحمام. من الوحل والشتاء. ابني يروح على الحاوية تجيب الله يعز سرامي تنحطون بهالصوب. ويسكر معانا الاكسجين وهالدخان وهالشي كلها تعدي كاثرة.